توحشيني يا باكو. مبروك يا عمر. باكي هتوحشيني يا باكي، هتوحشوني. هو ايه النسبة اللي هتوحشوني؟ وانت هتتجوزي ولا مسافرة ليبيا؟ فرحانة قوي، فرحانة قوي يا عمر ان بابي وافق. انت كده فرحانة؟ اه. امال في عزا ابوكي هتعملي ايه؟ مش عارفة، مش عارفة. الحقيقة عطلت. ايه في ايه؟ في ايه؟ بنتك عمالة تعيط، الناس هتفتكر ان انا خاطفها مش متجوزها. معلش يا عمر، انت عارف ان الناس حساسة قوي، وبعدين بيني وبينك الموقف انا مش قادرة كمان. عمر، هو انت مزعلها ولا ايه؟ مزعلها ايه؟ ده كده فرحانة انا بعد عنك. ده انت هتشوف ايام طين. قولي لها اي حاجة يا طنط. ايه ده؟ سيبوني وارجعوا. بس يا بابا، بس حبيبي قول لنفسك، ها دي نادين اخت نسمه الكبيره. هي شكلها اختها فعلا. على الله. تروح فين؟ نزل ارقص يا عم. مرقص؟ لا ارقص. طيب هرقص. ارقص. طلعتي ليه؟ انت ضايقتيها يالا؟ بابي. ايه روح؟ بابي فرحانه. ايوه صوره لو سمحت، حاسب يا ابني. مش كان زمانك مكان التافه ده؟ بلاش الكلام اللي فور الدم ده يا بابا، ما تخليش هما تربع الفرحه اللي فيه. حسين عبد الفتاح ابن عمي 12 ميداليه بطوله عالم في رفع الاثقال. اوه اثبت يالا. لا الصراحه بقى انا مش قادر امسك نفسي. انا عايز اقول لك ان انت جيتي في المكان المظبوط، الارنبيط هنا تحفه لدرجه ان ده تاني طبق اعمله منه. اه بس ده مش ارنبيط، ده بروكلي. ارنبيط او بروكلي اهو كله بيجيب انتفاخ يعني. ابراهيم زكي صاحب عمر الانتيك. وانا اسمي نادين. انت عارفني بقى. لو في وقت يعني هو ممكن... في حاجه يا نادين؟ لا يا باشا، هي كانت بتسال عن الخبيزه وانا قلت لها ان هي بتطلع في الشتاء. خبيزه؟ اه اه. لا انا رشح لك المحشي حبيبي. اه اسمع تعالى عمك، كفايه كده، انا سلامين كمان وهجي لي فتاء. خلاص اهو توتوس بطل العالم في السومو. اهلا وسهلا. توتوس تيه وستيه ما طلعش. اللي عدى 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 عدى، الجمال ده شفته مره واحده، عيني 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 بارده. بتحبني؟ بحبك، ده انا بموت فيك. وانا كمان. تعرف يا عمر؟ ايه؟ انت اول واحد احس معاه بالامان بعد بابي. ما تريحي دماغك الناحيه الثانيه عشان رقبتك ما تتسعش. ها؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ماله ده؟ في ايه؟ بقول لك ايه، اتعدلي كده واتعاملي عادي، اتعاملي عادي. ايه ده؟ في حاجه يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بخل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه ده؟ بيقول لك يالا. الراجل ما يعرفش اسمي، الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله الله الله، ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حريم. ايه هتضربوا رجاله؟ اه. طب نأجل الموضوع يا جدعان اللي بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع تنفار. يا جماعه الارصد من كده بكتير، شخطه واحده الموضوع هيتم. اهرب يا نسمة، اهرب يا مشعل. حرام عليكوا الرجوله، ما بتقولش كده يا عم. جيب العواب سليم يا رب.